بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم هنكمل معاكم في الأمراض الطفيلية، وهنتكلم النهاردة عن طفيل من الطفيليات وهي الدودة الشريطية. الدودة الشريطية دي عبارة عن أو المرض هو عبارة عن ديدان أو يرقات الدودة الشريطية، يعني المرض تسببه أو مسبب المرض يرقات الدودة الشريطية. يرقات الدودة الشريطية بتصيب الإنسان والحيوان، والإنسان قبل الحيوان، وعلى الإنسان يعني خطر الدودة الشريطية على الإنسان أخطر من الحيوان بكتير، خطيرة على الإنسان جدا 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 جدا. تمام يا جماعة؟ تمام. طيب الدودة الشريطية بتنتشر ازاي؟ اولا بيخرج البيض مع مخلفات العائل النهائي، يبقى بيخرج البيض مع مخلفات العائل النهائي. العائل النهائي ده اللي هو الانسان او الحيوان، يبقى العائل النهائي هو الانسان او الحيوان. بتخرج المخلفات مع بيخرج البيض مع مخلفات العائل اللي هو بيبقى طبعا البراز، يبقى المخلفات دي البراز، براز الكائن الحي سواء كان الحيوان او الانسان. تمام يا جماعة؟ تمام. بعد ما بيخرج البيض مع مخلفات العائل يجي بعد كده يغدو العائل الوسيط او العائل النهائي في غذائه، بيتغذى عليه العائل الوسيط او العائل النهائي، بيدخل في غذائه، وهي بتدخل للانسان عموما، الانسان بالذات بينتقل اليه المرض عن طريق اللحوم. يعني معظم العدوى اللي بتنتهي للانسان بالدودة الشريطية بتبقى عن طريق اللحوم. وانا يا جماعة انا في المرض ده النهاردة هاخد معاه وقفة جامدة، لان المرض ده بيسبب خطير على الانسان جدا جدا، بيؤدي لموت الانسان، وما الانسان ما ماتش بيصيب بتصب العمى. فيا جماعة اسمعوا كويس معايا عشان نحضر على نفسنا من المرض ده، وربنا يستر على كل الناس ان شاء الله. فتابعوا معايا. فاما بيخرج مع البيض مع مخلفات العائل ويبتلع العائل النهائي او العائل الوسيط، والعائل الوسيط بيكون في اغلب الاحيان قوقع. الطفيلات دي كلها قلنا تقريبا العائل الوسيط لها القوقع. اي قوقع بقى؟ في قوقع كتير، في انواع كتير جدا. انا بحاول اشوف اصناف مختلفة من القوقع دي، انا واجبها معايا في مرة واصورها لكم في فيديو. تمام يا جماعة؟ تمام. بعد ذلك عندما بقى يبتلع العائل بقى الوسيط مع غذائه يفقس في الامعاء، ثم تهاجر اليرقات الى اماكن نموها وتبقى لمدة من 10 إلى 12 أسبوع. عندما يأكل بقى العائل النهائي اللي هو الانسان او الحيوان لحم او كبد العائل الوسيط، يصاب باليرقات الحية التي تنمو في امعاء الانسان من جديد تاني. تمام يا جماعة؟ يبقى كالكبد او اللحم، يبقى اللحوم او الكبد كالكبد او لحمة فيها الدودة الشريطية، يتصب اليرقات الحية يجيله المرض. الاعراض بقى في الحيوان ما بتسيبش اي اعراض، ما بتسببش مش اي اعراض خالص، ولكنها موجودة في الانسان. بقى نجي للطمة الكبرى بقى في الانسان. اول حاجة في الانسان بتسبب التشنج او الموت اذا قامت اليرقات باحتلال حيز الدماغ. احنا قلنا قبل كده الطفيليات دي اسمها طفيليات ليه؟ لانها بتعتمد في غذائها على الغير. و فعشان كده اذا احتلت، يعني احنا قلنا في الفيديو اللي فات عامله زي الاحتلال،
فاذا احتلت بقى حيز الدماغ بتسبب التشنجات والموت. في الاعراض الثانيه بتسبب العمى اذا احتلت اليرقه حيز العين. تمام يا جماعه؟ تمام. نيجي بقى للتشخيص او التشريح الاول. في جسم الحيوان يا جماعه الحيوانات اللي هي اليرقات الميته في جسم الحيوان لقوها بتحتوي على صديد اخضر وقد تتكلس. تمام يا جماعه؟ تمام. نيجي للتشخيص. التشخيص يا جماعه نكشف على اللحوم. اللحوم في بقى في رقابه جامده على اللحوم، وبالذات يا جماعه الدودة الشرطية دي اكتر الناس بتتنقل لهم اللي بياكلوا لحم الخنزير، والعياذ بالله ربنا يعافينا من لحوم الخنزير. فانا بقول انا يعني كنت سمعت ان شركائنا في الوطن الاخوه المسيحيين بياكلوا لحم الخنزير، لانه ممكن على حسب عقيدتهم مش محرم. فانا بديهم نصيحه، بلاش لحم الخنزير. لحم الخنزير بيحتوي على امراض كتيره جدا، يعني مش عشان والله عشان الاسلام ولا عشان الكلام ده، ماليش دعوه بالدين، بعيدا عن الدين خالص، بقول لكم نصيحه، لحم الخنزير بيحتوي على امراض كتيره جدا غير الدوده الشرطيه. هو كل الطفيلات هتلاقيها موجوده فيه، يعني كل الامراض الطفيليه اللي هشرحها كلها في الايام الجايه دي كلها اكتر من 10 ديدان، وهم اكتر من كده، هم كلهم موجودين فيه اساسا، هم اساسا مستوطنين فيه في لحمه الخنزير. فانا بقول تحذير بسيط، بلاش لحمه الخنزير خالص، يعني مش هتطرق لاي حاجه دينيه ولا هتطرق لاي حاجه، بلاش لحمه الخنزير. بقول الكلام ده لكل الناس، والناس برضه لو لقت لحمه رخيصه تدقق فيها، ممكن تكون لحمه خنزير، والعياذ بالله، وربنا ربنا يعافينا يعني. تمام يا جماعه؟ تمام. ف يا جماعه اللحمه، تشتري لحمه جايه مذبوحه في المجازر، والمجازر يا جماعه يكون عليها رقابه، والرقابه تحلل كل حيوان داخل وكل حيوان خارج. ما هو دي شغل الرقابه، يكون في رقابه من حديد ومن نار على المجازر. تمام يا جماعه؟ تمام. وكده جاي نهايه الفيديو، وفي النهايه اشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.